بزافيكم تسري مخت 30 طلبات 10 مليون 12 مليون 20 مليون، ولكن تسجمش انتو ارخش انت سري الطالب ثامنين تكبر الملايك. يوقع عند الملك انجلترا بريطانيا تشارلز ويستنين قلت بوسنا 1661، وظنت المفاوضات جان انجلترا البرتغال اجل الشرط مهم بسالة مثل وهو الشرط نمرك برتغال سبركي تجيس كاثرين دي براغانثا نغدوقا كاثرين دي براغانثا اي الملك تشارلز ويستنين وتخشس كاثرين دي صداقي تشارلز تمذين تنطنجا بومبي نلهين دي جارت واسما بومبي وزي الساعة اتدور طنجا فوسي غلينزيين تقوم كانوا من الجاك فوسي برتغالي. السلام عليكم أزول تقبل ما تطفني قليزيين طنجة العام 61 1600 إلا تتعرض نبدا إلى الهجوم زي تقبر ذي مغار نعرف نغ الشمال وزيك سم الخضر غيلان لشنا الحملة واسعة طنجة بيخل استعمار الرومي طنجة زي القصر الكبير حتى سبت خاص العرايش أنو خاص العائلة الناقصة تقتفل الحكم تطوار 100 سنة كمان مثلين ديج العائلة دي العائلة ثني ديورن زي أندلسي غيدورا الناري أبزرو ينسي مهم من جهة الطموحين سك الحكم ما شاوريتي لتجيبو الموضوع نغبيزي العائلة النقصي تسجل الحلقة واحد خاصة لغاية تخرست واحد على حسب من قال كتاب الجلال يحيى المولى إسماعيل وتحرير وثغور المغرب في العام 1680 ميلادية التوعز العائلة النقصي زي الحكم شوفوس المولى السلطان إسماعيل الذي توعين قمت عن سد عمر بن حتو كامغار يتطوان بأصيلة نقصر الكبير في نفس العام سيخفين سوى بالضبط بشهنة أدريل إلى المعسكر إلى حسن طنجة يتوق سوفوس من قائد عمر بن حدو بن عبد الله أريف القادة النغني ريجان ذايث من سيخفين سن الزاكسن علي بن عبد الله الحمامي يتجد يعيش الدوري مغاب التحرير الحامد بن عبد الله الحمد بن عبد الله الجيش عمر بن حدو إلى تكون أغلبية تقبر ناريف نروس للشاق في الغاب يعني ياريف إلى السوى المازيغ للدارجة خاص دمانو المقاتلين زي القوة السلطة إجا ذي قرر ذي قرع خل استعمار الرومي زي قاثي مورا المغرب وبالتالي طواز منت بزاف جبهة التحرير الجديد بأصيلة بطنجة بالعرايش صر كبير بسبتة وقيل المهدية إجا رقنا زقروخت اللي المعمورة العائلة عبد الله نغ العائلة بن حدو نغ العائلة الريفي قتيري مسؤولة قاع نقاط التحرير كي يعرف نغ المغرب من كبير الضغط مارسل المقاتلين عمر بن حدو قوة تشارلز ويستنين تسبب بزاف الخسائر كالأروى المقاتلين ذي العتاد لدرجة تكلف الخزينة الملكية تشارلز ويستنين 2 مليون جنيه استرليني غا تيدس واحد من هي ذي الملك تشارلز نغاش جيت تشارلز ذي هدد البرلمان غرينزي باش هذي يسمح لي طنجة ما لو سيوافق شيد البرلمان غرينزي خدعم باش هذي يعزز الدفاعات من طنجة في نفس الفترة الملك تشارلز استدعى روندو الحاكم من طنجة بالوقت اللي إنش كوين حوما كيسيب حسب تقاعد ينسق الحماية من طنجة هذي عين قوم كان ينسير فايربورن بالميز أنقارو يا دياسكي أبريل هذي في القوة نعوما بن حتو قارونتي دغار حيوض من طنجة توقد طنجة تكمر سلحي صاري فرض الخاس ماني غايقود المعارك غايستمر مزي 20 ابريل حتى 20 سبتمبر نفس التاريخ والتي ناكس ديفور سير بيرميز زي طنجة باش غادي يفض الحصار ضد قوة عمر بن حدو معركة تستمر حتى زي شهر حتى 25 اكتوبر 1608 ماني غايقس تسجن الضربة أتكسين العسكرين ستصاور نهدي خر نسوان طنجة باش السير بيرميز يسيني العسكرين ستسيري نجل البرج يتشجى دخل المعركة باش هذي قيمة فاروج للمعركة وخد تيجي حيت متى هذي كثر تيام مرمي غايبث زيك سنسحب القوة تقلينزيين هذي خلال سوار نترجى السكن تابرتي لندن شان تفكز القوة نعوما بن عبد الله وذليتي لسي يوقع تطويق طنجة تكمر نهار 28 أكتوبر 1680 قوم زغارون 1681 وعلى حسب الكتاب الجلال يحيى هذي قد عمر بن حدو يجي الحملة عسكرية ضد اسبانيا باش هذي يحرر المهدية معمورة قروختنا ماني غاينتصر ضد القوات اسبانيا
غادي غنمقل معركه 88 مدافع عن النحاس 15 مدافع عن الحديد. من بعد النصر غنقرر في القوات الاسبانيه الحصار غيغا في مدينه طنجه نهار 30 ابريل 1681 ادياس الاجاليس سر سباب الهرك الطاعون ريجان الوقت في خرف فومس علي بن عبد الله كقائد الخليفه المنطقه الشماليه النائب للسلطان المولى اسماعيل ذلك تم ان يتوازم جوبري الجديد في تاريخ المقاومه. المرحلة اللي غايبدا كامل الوفاة نعومة بن حدو أتنتج جن ملعطة في بغاق ومس علي بن عبد الله كربة اللي غايرينك علي بن عبد الله جن الملك تشارلز وسنايل أذيت الحلول العسكرية بالقوة خد الدفاع غطنجة أذي يزول حلولهم ضمن أكثر دبلوماسية يعني أذي الله غطا ولاق علي بن عبد الله. وعلى حسب من قال كتاب المؤرخ الإنجليزي إني دروث إنجلاند's last Atlantic outpost نغ طنجة المستعمرة في المزيد مكس محن قل أتلانتيك. وعلى حسب الكتابات توقج المواعدة قناة المواعدة الميكينز جاء تليجن علي بن عبد الله المبعوثين تشارلز وسنايل مشى المواعدة وتقدر نشي القيادات طنجة والزاكسن الكولونيل كيرك ليزلي مشى الناس نتواوش الوعد زي السلطان وشى يسقاد المبعوثين السنغ السافرين صغار لندور وشى يعزن المواعدة نغ باش توعد رنت الشروط نسال والزاكسن الشرط نسالهم غير بحا بيزي السفن البريطانية بدات تعرض القرصنة تكانت خاصة بيراتا وخا كروخت النيرة الولاية نسالات الولاية نتطوال فيرمات المعاهدة نسالم اي كلينزيين المسؤولية نسلم مشا باش هاد الواقع راه واصل بوشي ودين بوشي تنزل في الواقع داني تيلا تي غاي جوا كاز غادي يعيش الدور دوم قران المسار المفاوضات الكلينزيين وقوم زرويا من يكمل محمد بن حدو عطار. على حسب من يقاد دكتور عبد الله التالي فمحمد بن حدو اتنحاد رد زي الشرفة من ولاد بن عطار زي سوس ندارع وبالضبط في أسفي مشا المؤرخ إيني دروث في الكتاب يدس إذ خاد السافر محمد بن حدو بصفته ذو مسن عمر بن عبد الله العالي بن عبد الله وذو نفس الوصف للسفارة غير الملك لندن وانو خاص السفير محمد بن عبد الله السفير محمد بن حدو يعينيت علي بن عبد الله سيخفيز كسفير للسلطان من يدل بلي ديال القرابه جراسم وممكن هذه يريدو ما سنيشان شنو السير شي علي بن عبد الله بالضبط ماني خرق واش يوسد جيل جالوب ني خرق قلت طوار زومزكاروينس فريمان هي المصادر التاريخيه سواء تخرج العديد من العائلات التريفيين هاجنت زدغنت الجنوب القرن 17 في ظل الفترة من حكم السلطان المولى إسماعيل على أي السفير محمد بن حدو يتقارب غطنجة تشهى نوفمبر 1681 أكسي راح علي بن عبد الله سيخ فيدس 200 الفرسان أنو خاس 20 معاونين زي الحاشية علي بن عبد الله وذك سيني كادوثون الملك إنجلترا نغن الملك بريطانيا الجذيريني كادوثنا عبارة عن 2 سبوعات نغيز ماول 20 نعامة على حسب من قائني دروث وذين مع المصادر التمرابيين قامك بلي 30 نعامة ولكن تهم باش العدد جن 30 20 من تهمل هو ذين نكادو في السبوعات نعامة السفير محمد بن حدود توسط قبل سجل الحفاوات بغا وسجن استعراض عسكري ضمقرا قيادة تحكم خاص الكولونيل كيرك الجديد منايا كاستعراض للقوة أكثر منه الترحيب السفير هذا عدد 2 سيمانات خمانة يزيد إقامة السفير طنجة ويتطفى بريد غا إنجلترا حتى 9 شهر 12 بنفس العام هو كيسير راح سير ليزلي ذا دجن مرافق قناص لوكاس لوكاس هو اللي تنت نحضر دجن العائلة الطبرابيث ثورة زيان داروسيا وولا من بين المفاوضين الخضر غيلان يبان الحملة سيريتك طنجة يعني وليت دجن معاون ذا غرينزي معروف من بعد ما ضياوت السفير غا انجلترا اش وقع يجي الاستقبال العرب في المعاونين الملك هو ضيفه حكم وذيك الرحله قربان بعد ما استعدى شهور كبير فحال
ومن بعد ما ضيعوا دغالون دروسي وقعج الاستقبالي مغاكتا سنوبلاء الملك الملك سيخ فيلس ماني غيسلم محمد بن حدوثة برات الملك تشارلز والسنين ماشا من بعد شي حاجة وسان أي وقعج الاستقبال خاص السفير أدياوي كادو ثني باش سنسلم الملك الملك يتعاود إني دروث باللي الشوارع لندن يرى عمان سيو سمواطنين بريطانيا تراجعنا باش الزالين مقالي موري نيغموروس لدرجة الضباط وقامت كنترولات الشعب جاء يقال فوضى الزوض إزا محمد بن حدوث المرافق لينس الإقامة بن حدوث كا 6 شهور وباش نعرض بيسي راح بيسي كا من إزراء 6 تفاصيل يخصنا غير الفوق تيبغا ماشي باختصار راح بزاف في مكان وجاك سن اوكسفورد مسكك بزاف العلماء النبلاء اتجعل انتقال ولائم جالس قبالات تشوفو غنتي التارة جالس الخوايس تاسي الدبلوماسيين يتجا طرحنا غاصن الفيديو وبالتأكيد يحضر الاجتماعات الدبلوماسية النبلاء النخبة المجتمع الانجليزي نتيجة المنايا تج محمد بن حدو هذي وقع خرج المعاهدة سيسمين سنة تانية مسؤولية سنة قرص المعاهدة وايت هول معاهدة وايت هول يتوكل كي يجو مكان قرص وايت هول في لندن معاهدة يصادق من يتوكل كي المعاهدة ميكنز يوشد ضمان الانجليزيين 7 شهور السلام كيربحا واخا انت الواقع واصبو السلطة واصبو وورخ بيراطات نارف ني غنسالا كروخت لي يعني لا تكرمين خصني عليها بشر لي جو بريد ديبلوماسي اي وقعيت بن حدو بلا ما لي تابع فيلس وز الشروط اللي طالب بن حدو زي انجلترا هو توافق خا تكمل التجارة بارو داك اكيد سد هو توافق الاقامة 30 مغربيا 30 موريا كي طنجة انو خاص الامر الملكي ملك تشارلز والسنايد واش الدرقني العابد مغربيا يجا توطفنا كي طنجة على حسب مين قايني دروث المعاهدة وايت هول توقي 23 مارس باش بنحدو وتوقني عن اديو جوزي لندن حتى 23 يوليو كيعجبها سرحر المهم اديوض كي فرقة تاع لويتش نهار 30 اوغست غا طنجة ويتنطلق المعسكر علي عبد الله حتى نهار 14 سبتمبر على حسب من يقى نفس المصدر إني دروث علي عبد الله يجا الجاسوس في لندن باش يحضر تحركات محمد بن حدو ورخبو راه ثايرا سيطاوض نخل إقامة السفير في لندن أدجل السلطان غادي نقرب ضد السفير من هي ذي الجرع سكان السلطان هذا اعتقل السفير من ما غادي يوضع المعسكر علي عبد الله تسيوان غا السلطان ويقى إني دروث بلي من ما غادي يمسكك السلطان هذي محمد بن حدو يدافع خيق في نس بلي التانية السليم وماشي نقرب ضد دي نسا مخ ضاس ديوث نيغو يدور شي قصة في قرينس هي انا مخ ذا سنان وس النتيجة التكريمة في سوشاني محمد بن حدو وشاري وقع المعادين وايت هول السلطان هذي رفض المعادة يا رفضا قاطعة بس النتيجة من الرفض السلطان المعاهدة هذه القيادة طنجة نغر حاكمين الكولونيل كيرك هذيني بلي مرابيين الزون غيري كادوثن الزاقنة وتسرهانان ومن أقصد سي كادوثن هو الامتيازات التجارة الجايرة فيرمانة قلينزيين قروختني وأهمها تجارة البارود غير وقت الشيخ فيلس بلاطة ناري في تطوان سالة أتفن في الفرصة باش أتشنن الهجبات مثل السفن الإنجليزية السفن الأوروبية أمني كمر مثل المعاهدة نينا وعشهر نوايت هول سفد القوات البحرية الفارقة في إنجليزية خطو مشيت نسواحي العكس البلاطة جا وخاص نوشي السلطة زي ووريق يوشا من حدو وقول بدون 1683 علي عبد الله سيخ فيلس هذوك شري اقتراح السلام كيربحا الحاكم من طنجة الكولونيل كيرك باش نقالو يا وكزاك سيتي منشي ميزي السنير علي عبد الله واصبو السلطة خبيراتف وجوغ زدي سنطن كيلون دول إلا الفترة يا سيخ فيلس الضغط يمانو بزاف الملك تشارلز ويسناي زي جوغ زدي معسكر علي عبد الله كي طنجة في طنجة غادي يسيعور نزوفو وجوغ زدي سنطن العرشين سكير لندن جا مهدد أسي توكس وباش تفهم مكتانا زميج لقاو صدام الزيار زي الحرب الأهلية ثقني نزيد السقوط الإعدام الملك تشارلز واحد نغم زيارو السقوط الجمهورية سوفوس البرلمان البرلمان إنجلترا يجيش نشارطة بالملك تشارلز واثنين الشرطة قناس قانون كلاردون قانون يتجي الملك تشارلز باش بريزو ذي عقب غالحكم بباس أضيع الضم
الكنيسة البروتستانتية ضد الكنيسة الكاثوليكية. كومو إلا قروختني الأغلبية الطبقة الشعب البرلمانيين كلشي تبع المذهب البروتستانتي. باش جا جورج دي سنتونز كاع يعقب غير الحكم البشرية بحال حرب ضد هولندا، الملك تشارلز اللي تحالف بالملك فرنسا يتجرج الملك الكاثوليكي سجن السرية، وباش يكمل التحالف الملك لويس 17 لويس الرابع عشر الكاثوليكي يقاس الشرط باللي خصها تشارلز وسنين يدور انت كاثوليكي. طبعا الحال الكرشي تاع المسيحي ماشي ديال غرومس، وفي غير الاوضاع المشحونه في طنجة الشعب الانجليزي بروتستانتي غادي يطالب التحالف مع هولندا العدو ونسن قبر. بطبيعة الحال تشارلز غادي يرفض معنايا، ماشي البرلمان الانجليزي غادي يمارس الضغط تشارلز اسيس قاداتي بلاتين باش غادي يصوف غومس ديال الحكم. غومس جاي يعتنق الكاثوليكيه كومكان تشارلز، ودوات الشرط الى البرلمان الانجليزي باش يدعم تشارلز غير حرب في طنجة. وماشي يومس تشارلز وحدس ومشى البرلمان الانجليزي يطالب بفنقاي كاثوليكيين زي الحكم من اي مسؤوليه في بريطانيا الدورين كومكان سني بروتستانتيين. والملك تشارلز كومو يجد الإنسان إلى متسامح دينيا مقارنة بالفترة اسمه قريت تعيش يرفض أن يقرع خومس زي الحكم يتضامن خومس ويتضامن قاعد كاثوليك نيرا غاس في الدولة، هو يقرر عيوض منايا غادي يسمح في مدينة طنجة. تشارلز الفترة يروز ماشي غادي يدافع في مدينة طنجة الحصاري خاسي كاع علي عبد الله القوة تينس، ماشي غير هادي المطالبات ديال التحالف اك فرنسا اك لويس 17. تشارلز يوغي من أيام يزير السن لوي 17 غادي يفرض النفوذ ديال قاع بريطانيا مريوكشش الفرصة في دعم ديال حرب من طنجة. من أيام ديال جي بورتوغاليين هدات في نغال الخط تحاول تقنع تشارلز سنيار ثامدين طنجة يتجاوش ناس تقي الصداق التحالف نسن أكيدس. ماشا تشارلز واش نتي تشي ميزي السن مريوكشش نتي بورتوغال وجم ماشا خاص دافع دوات السبب مزقارو يجي جاني بورتوغاليين تحالف هناك تشارلز باش هادي نتا سنيح مثلا مدينة طنجة. تشارلز إلا يقراك اللهم توضع كفوسي موريد ولا توضع كفوسي فرانسيس ميزي السن مرا توضع كفوسي بورتوغاليين ويعدا غا شي حاجة تدور كفوس لويس 17. يعني السن البرتغال وزم ماشي تحب طنجة وطاحت الزنز فرنسا مخت الزنز طنجة انجلترا كاثرين دي براغانثا. في 28 سبتمبر هذي السكن الملك تشارلز الادميرال الاسطوريس البحري غا طنجة كيج المهمة سرية، المهمة هي تجلا كي مشروع اخلاء طنجة. وفي ظل المهمة يجي خصوص دي تاريخ هاد الرغبة غادي يحاول هادي سايسة كاع علي عبد الله يجنوا على المفاوضات الدبلوماسية ماشي صورية وها باش هادي يكمل المشروع يسنى رمز ديال الرغبة علي عبد الله وبالتالي خاص يلبس قاع القوة والمشروع يتجلى بطبيعة الحال كوذا من طنجة. الأدميرال دارتموث ذا الخطة يجيك الملك تشارلز والسنين يزور هادي قاع الحصون طنجة قبل ما تسخوان طنجة تتصفار هو جونشيس خشني موريين يجل الحصن يجهد من طنجة باش غاسني يري كفوس بيزي السن المرة غاسني يجل الحصن يجهد التحكم من السيطرة نسل قعر بحاغاش مرال توري طنجة دي جل طوض جان أفريكا وذوروبا. العسكر الادميرال دارتموث وين المشتات كمير نثنين يد من قل حصون ذر حيوض طنجة وما يبيج شر الحصن نغشير الحيض نغشير المنجم زاعم داكس الديناميت. ولي سوء الحظ القوة تاع علي عبد الله الا تفاروج نقيم هنايا كلشي ماشي باش الهجم اللي واش ماشي الهجم السبب ينسهو اساسا داك الظروف جوية تعفانين بزاف ابشغر المناخ يعفراسي راح لي صالح الخطة الملك تشارلز. ومع ذلك الجيش النغر عسكر الانجليزي لا توقع انك سناف من القوة تاع علي عبد الله في اي لحظة وخير الجيش الرئيسي ينسير من عازل يعني سي العاصفة وخا العاصفة وخا الاحوال الجوية اللي تعفدت اللي تحاول لو ماكسيمو بوسيبل باش تكمل الانجليزي هنا من طنجة قبل ما خاصنا في الجانج الخط الدفاعي ضام مزيان باش غادي ياخر القوة تاع علي عبد الله صح ما راهو في الخاس يعني تا مدينة هذاك غير عسكر واحد سن خدم تجير الدوزير باش هذا من طنجة بعد إجلاء السفن من الرعايا المواطنين الإنجليزيين شهوري عدن نهار 5 فبراير 1684 أضيف الأدميرال دارتموث زي طنجة وبنفس اللحظة أتكر عافيت قاع المناجم الحصون من طنجة أضقزن بجل المشهد مهيب يتويد المشهد نوهو قزن الموية ممكن نصل عندي
بالنسبه لي فرج السيري جيم اوف ثرونز وقلحظه يا شيخ فين سادرين القوه تاع علي عبد الله كروست المعركه البقايا القوات الانجليزيه في الخلفيه جيجا الادميرال دار تموت واش طحان وسهل الاجلاء انس زيتانجا قال لحظات ينسى الأخيرة السنية ديال في الجيش علي عبد الله يكمل غا طنجة كروست الهدافة من النصر باللي قرعان خيرومية زي ثمور خنسن علي عبد الله سكامل الإنجازة النفوذ ينسى ديالو بزاف وجواد يسبتل هو اللي حقق العدد الانتصارات سكامل طنجة قيال 1689 هذي حاصر العرايش وذي سلم القيادة الحصارية يممس يتجقنس أحمد بن عبد الله جري توسن من بعد سيس من الباشا ومن بعد الشهور الحصارة هي قايد حمد العرايش سجل خطة مبتكرة استخدم ذاك مولاي حمد ثلاثة الاستراتيجيات قيج الدوار ثمز قالو تمجاهد النغ المقاومين ينس إلا تزون الخنادق سوده الحصون طنجة إلا تشعارن ذاك العافيت والسنين استعمل المدافع يقف قرن باش تدكن الحيوض والعرايش والسلاثة خدمني فيران السرارم باش دارين خرحيوهم دعرايش إسبانيا قيس تسلم من الواقع عيا السوان ثنس كلشي غامكن ناس غا السلطة وبحن زي المعركة ياشي 180 من المدافع سكامين مالايا ذي عدا علي عبد الله ذي ممس حمد غا أصيلا باش حاولنا نتحرن ران قاس قنج الحصار لمدة عام وقرع عن خي إسبانيا الزاقس 1691 في 1660 هذي على علي عبد الله ربحاش مرار هذي وقف الحصار خط مدينة نسبتا حصاراني غير المعسكرة هذي توسم اسم معسكر الدار البيضاء وفي نفس الوقت هذي حاصر مريتش الحسيمة ذباد معسكر الدار البيضاء في سبتا هذي هو 30 سكوسة ماشا ورا ذي جاغي استطاع ذي حرر سبتا على حسب المؤرخة فرانسيس جون لويس مييج قل كتاب ينستيتوان صفحة 47 فعلي عبد الله رو تقوى مشي وهو لكن يليتك التجارة ويحتكر التجارة الجلد الشمع قي تتوان وزايد خامنائي رغاص المفاوضين ذو ذاين يرير بتزاكسن العلاقة في التجارة كأمستردام ليفورنو قي إيطاليا هو لندن سيخ فيدس يكمر خامنائي حتى يتوفى نهان 29 بيغشت 1713 وبطبيعة الحالة في خرفق الحكم من ميس الباشا أحمد الباشا أحمد علي بن عبد الله هذي حكم زي 1713 حتى 1721 على حسب الكتاب جون ويندوز رحلة إلى مكناس صفحة 60 فالباشا أحمد إلا يتحكم زي الحدود قوهرة حتى المعمورة نغر المهدية حاليا وشمالا زي ربحة شمرار حتى أغزان سبو نغر نهر سبو بالجنوب جيج المساحه في مغاي قدري تشت المساحه المملكه البرتغال غير وقت جون ويندوس هيري كيتوان العام 1721 جيج البعثه الملكيه تكدينزيت وضيوس في الباشا بلي راه انت جوا جيج جنابعين 50 وغاصل بنيه استجهاد اتميار هيري يصح شي ما شاف نفس الوقت قرا هنا يجا نشيط خاصة من ميراي تريناس سر رمح الرمح ذو السلاح المفضل غير جدود غير وقت مني يعني ريفين كل شيء رسلنا الزكس حاربون وتستعمل الرمح غير أغلبية المعارك ويتكمر جون ويندوس الوصفين ساخ الباشا ويقاري راي توعتبر الباشا ذاك ستكبر نغا اتعانس النوع الكيب مشاق مكناس انك را تحتقارن يعني يوجي شحتة لاني النخبة مكناس وبالمناسبة لقب الباشا وشنس العثماني إبان الحملات المعارك ينس إلى تقدد الدولة العثمانية في الجزائر جاي وداكسن حتى تلمسان إتو نغي جاي تركينا تتون أي فكرة التوسع غربا ويتكمل جون ويندوس قسار دينس يقارك خلال الفترة الصراع ثوان مولى إسماعيل خل الحكم من بعد ما يتوفى 1727 ظهر غير وجود الأسرة يتقود الحاج عمر أبو فحص لوقاش يتجايثور ضد الحكم الباشا أحمد الريفي سنتين تبدأ المرحلة غامضة للتاريخ تطوان ضد ذاك المعالم التاريخ ونتطفير التاريخ حتى المعركة نعيطة يتجاي خصى ذاك الباشا ضد الحاج عمر لوقاش الباشا غادي يدور العام 1734 سودا يفوسين ستمنارة فيها قازن باش ينتقم زي الحاج عمر لوقاش وخاص ينتصر وفين فغا
غات مدينة تارودان جاني قيم ذاك الوقاش حتى ميتو. على حسب الكتاب من تطوان صفحة 49 المؤرخ ميج، فالطموح للباشا ديانو هذه حاولة ديال فغافاس مشاك العام 1734 هذه مثل المعركة يغيوق عن جرزد في القوات المولى عبد الله بن اسماعيل، والسالتين تكمل بيريكولا العائلة من الريفيق الحكم. العائلة هي المرحدو الحمامي الريفي واسج الدأثير مغاق ومزروي ناريف ومنقي بالشمال المغربي كمر، وتجد بزاف المآثير شهد لحد الآن خسلطان سنق الزمان وزاق سن رقصة القصبيرة جانب المقال علي عبد الله أكيد سن جامعة القصبة جامعة من الباشا يتواب لنجان 1737 إلى 1738 رقصان الباشا بالماشور كيتطوان اثنين صومعة في الباشا كيطانجة الشاون أنو قاس البرج من الباشا كي مارتيل طلب أن مارتيل السنبا يديوسان كي طفل السوق الديزر المنايا كي جان كي التاريخ العائلة يا ثريفيث قاضي خشكم خفارجلكم سيتي مغايثيني من رأيينكم قد تعليقات سيتي مغاكم يعجب فيديوهات فارتاج ما كنتو كامنكم وما نتزو ما تأكد مقاع المعلومات إذا ليتي زما ما تهوي مغا الديسكريبشن أتف مدين قاع المصادر مخاعة عتام دغدانيتي أيو زيكني.